حوت فقرة عطاء، حوت فقرة عطاء. حياتك 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 عيشها بس بالمعاني، وروحك الزها والعمر فاني. تفاءل وابتسم عالم الله قسم. سلم في الأزرق ولا هنا ونبح الأزرق تفيد وتسلم. أنا أسلم على السريع عزيز. السلام عليكم. وصوتنا عاد بيطرب كل السماء. تفضل يا هلا نبادل كل غلا، نجوم بالسما حوت فقرة عطاء، حوت فقرة عطاء. حياتك 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 عيشها بس بالمعاني. لفظ عينك اي الازرق الازرق. شلونكم يا شباب؟ طيبين ان شاء الله. شلون صحتكم؟ يا مرحبا. هذا فخ هذا الشاهد. تفيد وتستفيد. من اللي فاز انت ولا هو؟ وصوتنا عاد بيطرب كل السماء. واحد تفضل يا هلا نبادل كل غلا، نجوم بالسما حوت فقرة عطاء. انا توقعت نفس المقطع. حوت فقرة عطاء. المساجين حياتك والله حياتك 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 عيشها بس بالمعاني، وروحك الزها والعمر فاني. تفاءل وابتسم عالم الله قسم، وبادر بالجديد تفيد وتستفيد. سواليف وقصيد والمنافع، وصوتنا عاد بيطرب كل السماء. تفضل يا هلا نبادل كل غلا، نجوم بالسما حوت فقرة عطاء، حوت فقرة عطاء. شلونكم يا شباب؟ طيبين ان شاء الله؟ ما يحتاج ممتاز. اي والله بس امشي ريح نفسك. تبي تحط واحده وراك مخده شيء خذ راحتك مره. يلا حيا الله السفير السابق. يا كفو كفو يا مرحبا. كيف الحال؟ المنشد صالح بن سحمان. سلم الله يعافيك ويبارك فيكم يسعدكم. الحين ما زين ترى مزحفلون ها يا اخي بس حلو. لا ممتاز مضبوط. ما مرات ما يشغلونها والله. اي والله لا يعني انت الحين ممكن تكون كبري ها. اي الحين هوا. سلام ما شاء الله. شوف يا صالح. هلا وسهلا. شفت كيف زحفلنا؟ يا مرحبا. اي لا مضبوط. انا ادري ان احنا هوا من الحين. كيف الحال؟ طيبين. ارحب. يلا حيا. ترى انا هوا من هناك للحين. عاد قلت شيء ولا شيء؟ لا 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 امورك طيبه. ما قلنا حاجه ولا شيء. شلونكم يا شباب؟ قبل ما ارحب بالضيف، قبل ما نبدا، المساجين من هم؟ مشعل وما محمد عيسى. تسمعني محمد عيسى؟ الحين سؤال بالله، فقره عطاء والسفير مسجون والله قويه. يعني هذا يبقى لحاله يا اخي. والله ما يصير. اقل شيء اسمع بعد الفقره رجعوه مسجون من بكره. بس ابغى امر الفقره. اي بس السفير يسمعني كذا عن بعد والله ما بزينه. يعني خل السفير يجي، والثاني هو من قوم لا يشقى بهم جليس. بعد الفقره رجعه. عشان ابو غلط يجي يتعشى عندنا. يا سفير تسمعني، تعال خلى لك وتعال. خلاص نستاذنك ابو عيسى. يا شباب المساجين تعالوا افراج. الصندوق الاسود. الفقره ذي ولا لا؟ عاد ما ادري والله. بعد فقره تفاهموا كيف رجعوهم السجن ما فرقت. بعد الفقرة يرجعون. بعد الفقرة يرجعون يعني ياخذون حرية شوي ثم يرجعون. كويس خلهم يجون بالله للصندوق الابيض بدل الاسود. والله نصرنا نذل يا ابو غلا في فقرة ساير اننا خسر افا سبب ذا السجن. اي والله ارتحنا يا شيخ. من ايش انا عن نفسي انا السفير. ايوه صرت اتكلم براحتي وبالحالي اخذت الجو. لا عاد ايش دعوه، هو بيساعدك وبيعاون. صل على النبي يا شيخ. اللهم صل على النبي. صدقت انا؟ والله للحين في الوقت ذا للحين صدق. الله يعافيك. شفت اني صادق معك. اي والله صدق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اليوم الجديد والجميل في فقره عطاء.
اللي احنا دائما نستمد منكم العطاء ونستمد منكم خلنا نقول الكلمات الجميلة والمشاعر الجياشة، وفي ناس من قوة المشاعر نايمين للحين، وفي ناس في الصندوق الأسود، وفي ناس اي والله الرجال راح يشخص انصدم شاف والله أنا شاف اشكال غريبة ما شاء الله تبارك الله خلها بيننا يا شيخ. لا لا انا شفت مرة ومرة ما صورت سناب ما شفت شيء مرة. اجل امور طيبة الحمد لله. ابد ازعل ازعل ما يحتاج. المشكله هالكلام نسمعه في كل نسخه استروا بعد النسخه تنتهي يطلعون هالمقاطع يبيعون بعضهم اي فاحنا مسالمين ترى. نرحب جميعا والله بضيفنا الجميل والرائع اللي يمكن من فتره احنا نقول لازم تجي وهو يقول جاهز ثم تتيسر ثم فيسر الله ان يكون معنا في هذا اليوم الجميل المرشد صالح ابن سحمان. يا مرحبا وسهلا. يا والله ومرحبا يا ابو غلا. يا الله يحييك نورت وشرفت في محلك. فيكم سعيد والله تواجدي معكم. اي والله ما شاء الله تبارك الله. ابو غلا من يومين كلمني قال ابو صلوح الثلاثاء حلقتكم بالتم وكان الله وجهك قبل هذا من طيب الاسبوع الماضي بس ما تيسر صحيح. في الشاهد بالامر من يوم قال لي قلت خلني بقى ناظر سكريبت وكذا. انا اذكر بينكم اذكر سكريبت القديم الاول ايه الاول قبل سنه الظاهر. قعدت انا اضر مقطعين الا التيك توك عندي انهبل والله اني اقولها انا صادق ان التيك توك كله سبلور مقاطع كله هذا يقولون ذا التيك توك يقولون انتم ترتيبك اذا تناظر مقاطع مثلا برنامج معين ولا اتجاه معين خلاص سيف تبارك الله سيدكم واصل ما شاء الله ما شاء الله يقولون بس هو اهم شيء لا تتكي عليه بس بس كذا مضبوط كذا اموره كذا يضبط معنا ايه سلمت صالح الله يعافيكم فالله يوفقنا وياكم سعيد والله الله يحييك ان شاء الله اكون خفيف ضيف خفيف عليكم ما يحتاج والله استضافه جميله ابو غلا اخونا كبير جعلني معدمك حبيبي الله يبقيك يرضى عنك يرحب بك. اليوم طبعا اخواني كذا كالعاده قبل ما ننطلق ونبدا بيكون ان شاء الله معنا 2500 نقطه سلام تكفى شوف يا اخوان احنا ما نلعب ايه على الثقيل فاللي نايم تراه محروم يعني ابد انا يا ابو من اجمل الفقرات انا ما قلتها ابد جعلني والله معدم نعم عطاء والشباب ما قصروا معنا وانتم تستاهلون اي والله تقدر تسلم الشباب بس انت جيت جبت الخير معكم الله يرضى عنك جعلك تسلم يا حبيبي جعلك لب عينك عطاء انت تجيبها معك الله يبارك فيك الله يرضى عنك جعلني والله معدنكم. قبل ما ننطلق مع ضيفنا انا ابي منكم شيء يقولوا تم اليوم كل واحد فيكم بيشارك معنا ترى اليوم اخونا بساط احمدي تراه بينشد والشاعر وخالد حتى لو تقول الشاعر بتشارك غصب مضاربه ما في مره ماضيه مشيناها جاهز تنطلق في طلب سم امر خله ينطلق على طول يلا ايه اللحن الله 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 ايه الله الله ترى هذا الطلب والله غير مرتب يلا انطلق مشكله ما حفظته بس الجوال معك ابو خلود ها جوال معك اذا تبي تطلع له لا لا حفظه سم. طيب تردون معي اجل اي لا شباب اليوم تكفى شعلنا طيب هو قال نقاط وكذا النقاط تراه بيده ابو غلا الحين علم بس بيض الله وجهك بيض الله وجهك ابعطيك 1500 انا تراي يعني مجهز يعني كأداء وكإنشاد أنا مرتب والله بين الشيء الطربي اللي يطلب ترديد واللي بيرد بيتفاعل معنا يبشر بسعادة ما نبرد الله مقصرين معه سم والله لا جبت الرطب مالي لا المسحوب صدق فن وموروث أبد أبد أنتم خلكم معه واللي يجي يجي طيب هذه يحتاجون يرددون معك صح كلهم والله ما ادري بس خلنا بس خلنا نقول شنو نرد ما ندري يلا طيب. روح انطلق اعتبرها بروفات ترى خذ راحتك ايه. الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا
الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله حبب الخير إلينا بتقى خير الأنام حبب الخير إلينا بتقى خير الأنام واجعل الأرواح منا في خشوع وابتهال واجعل الأرواح منا خالد ارفع صوتك في خشوع وابتهال يا سلام يا سلام سلام السلام ورحمة الله بس قبل أنا والله بينك يا أبو غلا أنا مرتب على ترحيب عظمة الترحيب وفيها نقاط خالد استاهل والله عاد طلب ما أقدر نرده طيب إنه يا الربع إنه بردد أسلم يا هلا بالطيبين يا هلا بالطيبين شيء ترحيبي يعني يلا بسم الله طيب. مرحبا مرحبا مليون واكثر عد زخة المطر مرحبا يا مسك عنبر يا نظر عين اليمين يا هلا يا هلا بالطيبين واضحين يا اخوان واضحين يا هلا بالطيبين يلا مرحبا مليون واكثر عد زخة المطر مرحبا يا مسك عنبر يا نظر عين اليمين يا هلا بالطيبين يا نظر عين اليمين يا هلا هلا بالطيبين مرحبا مليون واكثر عد زخة المطر مرحبا يا مسك عنبر يا نظر عين اليمين يا هلا بالطيبين يا نظر عين اليمين يا هلا بالطيبين والذي سوى وصور مجمعنا للقدر حبكم يا خير معشر فضل رب العالمين يا هلا بالطيبين فضل رب العالمين يا هلا بالطيبين مرحبا مليون واكثر عد زخة المطر مرحبا يا مسك عنبر يا نظر عين اليمين يا هلا بالطيبين يا نظر عين اليمين يا هلا بالطيبين سلام عليكم الله يعافيك سلم 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 بيض الله وجهك يلا يا اخواني كذا نريح شوي نبي واحد كذا شعله هلا بالصندوق الاسود السلام ورحمه الله اول شيء سعد الله مساك ومساك ثاني شيء انا داري اني اتعس يوم في حياتي افا اسال الله ان يكرم فرجتك انك طلعتنا من هذا والله اشين يوم لا لا ان شاء الله تستاهل حبه على راسك يعني والله معدمك الله يرضى عليك يخلص الوقت لا والله لا والله يلا الحين جيبوا لي مرايه السلام عليكم يا مرحبا هلا الله يحييك يا مشعل مرتاحين الله يحييك سلمت اللهم صل وسلم اي طلع البدر قلت باغنيها ويشاركون الشباب يلا يا شباب فور اليوم شعل له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع يا سلام يا سلام يا سلام تبي تعطي شيء على المشاركة؟ والله انه يستع بس انا ترتيب النقاط على الجميع ولا انت اللي تبي اللي تشوفه متفاعل معك عطى اي والله انا يستاهل الشيخ نور كم بتعطيه 200 300 كم تعطيه ابد يستاهل 300 يستاهل 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 هاي الشباب يلا الجهه اللي هنا اعطونا مشاركه نسيت عندي شو طيب ابا اخذه وبجيك يلا يعني فيها اسلم سالم يقول العيال كلهم حافظينها يمكن يلا قول ذعذعي
ذعذعي يا هبوب وغردي يا حمامة، واطربي مسمع ما يستمع للأغاني. أنا مطرب على صوتك يا راغب علامة، الله أعطاك مير الله تعالى أعطاني. الهداية طريق الدين والاستقامة، والعمر لو وصل 90 قاضي وفان. الله لا يحطني في موقف به ندامة، والله أنه لا يواخذني بزلته. إنساني مرتفع راسي ولا فوق هلا العمامة، يمكن أزحم به وماتي سهيلة. اليماني والرجل لعرف نفسه وقيمة مقامه، ما يضر كلام فلان وابن الفلاني. والبشر ما سلم منها النبي بكلامه، قالوا ذا ساحر. والبشر ما سلم منها النبي بكلامه، قالوا ذا ساحر، وقالوا بعد شيء ثاني وطهر الخلق يبطل للعباد اتهامه. الله منزحة عن الوطى والطماني. من يعدك رفيق له وعدك حزامه، لا تخيب رجع هقوة عريبة. المجاني الكفو هامته تعلو 80 هامة، بيض الوجه عد الراهي وراها جاني. والردي ذا ضعيف الرابعة والهلامة، بطمرها علشان هم ما عند الإنسان الوفاء والكرامة. من فقد عيش الأمر كله هوان. جزء من النص مفقود. صح لسانك. ايه بالعكس. صح الله لسانك. بس لاني وعدت بعده بجيك. لحظة بتعطي شيء ولا ما ولا ما؟ والله يستاهل والله. 300 مثل النواف ما فيها. 300 انا بغيت يقول لا بس ماشي. طيب ليه يا شيخ؟ لا والله ما شاء الله قصيدة تنجزل. اي والله. يستاهلون. سم هاي مش. تقول عندك نشودة؟ ها؟ اي خلاص. وش اللي خلاص؟ بنشد. اي اشوى. بس بيعادل يساعدني. كلهم وشو عد عد صوته والله مو بك زين انت خله يقول يمكن صوته زاد عطل روح روح صوته زين طلع من زين خلاص بمشيل الليله معك يلا ايش يلا ايه والله اني ما تعرف يلا روح روح شوف هم في شباب يعانونك ان شاء الله حلو يا شباب حاولوا تغطون جمال صوته باصواتكم يلا يا عيال من المفترض من المفترض ما تمشي إلا معك حراس حسب رأي الشخصي وتقديري الذاتي الله لا 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 قمر تعطي سالب كم الله والله سالب بخمسين مسجون اليوم بعد شوف يا شيخ نبي نعطيه تكاربة لي الظروف نبي نعطيه 100 بعشان شرف المحاولة جزاك الله خبت ولا عاد تحاول الله يحفظك ماشي بيض الله وجهك يا شيخ اي نواف اقول عندي بيتين بس هات اقول يا رفيقي لا تحرك كلمة الجهال عنك يا سلام يا رفيقي لا تحرك كلمة الجهال عنك شيء عادي قد تواجه الجهالة في حياتك حتى لو انك تصلي فرض ربي قالوا انك تمظهر بالرياء وتوري العالم شرف يا سلام يا سلام هذا عندك ابو غلا عندي عندك ابو غلا والله انه بلشني انا كنت بيوزع من 200 بس عدت معطيهم من 300 ابد جاتك 300 ما عاد اقدر اقول شيء والله وجهك وانت مش على العوض ابشر بالعوض 300 ابى اعوض بس عشان جبنا لي اقول من سفير اعطاه فهمت تعبان عن سالم انسوا مسجون اليوم لا لا ابشر ابشر بيجيك الخير مدبلة. لبه بعد ناصر طيب بجيك ناصر بعد ما اجي لضيفنا بيسمعنا شيء ثم برجع لكم فمره هنا ومره هنا اللي تبي انا ترى ما ابي اطلب منك شيء معين انا في بالي شيء طيب بس عاد بخليه في الاخير ابد عندك شيء ابد عطني ابد والله تعرف انا قلت لك داخل وش اللي اتمنى طيب يا حنين الشوق طيب يا حنين الشوق تبيها الحين ولا بعدين براحتك فصحى ايوه هي فصحى لكنها من اروع انا خذ راحت كبد طيب بتقولها هي ولا غيرها اللي تحب تامر عمر تامر عمر ابو غلا جعل فوق الامر يا حبيبي شباب تعرفونها يا حنين الشوق شيء قديم ستارز لا طيب نبي نسمع من خالد خالد ما سمعنا منه ابى اجيه ابد والله بينشد بينشد مره طيب عاد هو منشد شارت فقرتنا ما شاء الله اي سمعته صحيح ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله يساعدني الحفظ يعني بس يا حنين الشوق فينا حل بين يا حنين هل تذكرت الليالي عطرها ينسي الحزونا يوم أن كنا سويا في رياض تحتوينا في رياض الحب كنا نستقي منها الفنونا ثم ها نحن وقفنا قرب نائين مذعنين
وانقضى عهد ألفنا كان بالحب يلينا ما لقلبي كان يزهو ضمه الوجد سكونا إنه شجو افتراق بات يملين الأنينا أيها الوجدان سافر وارتحل عنا سنينا لا تزر في النأي طيف يطلب الذكرى شجونا غادر القلب المعنى وارحم الحال الحزينا حان وقت لوداع وصفه يعي المبينا. يا سلام يا سلام يا سلام بيض الله وجهك. جعل امركم طيب ما قصر والله يستاهل والله ليتني متسابق معك. جعلك تسلم خالد ترى ما نسيتك والله بس لان الضيف طلب منه. ليلي يا ليلي يا دعس يا من هوى يا من هوى وعزه وأذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني يا من هوى وأعز وأذلني كيف السبيل إلى وصالك دلني أنت الذي حلفتني وحلفت لي أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لن تخون فخنتني يا ليل يا ليل. الله ما شاء الله يا سلام كم تعطيه والله يستاهل حكم اني انا متخصص والله يستاهل بنجيهم كلهم نبيه يفرق عن الربع 350 يستاهل لا تبقى تحيز والله لا والله والله تحيز عشان انه منشد يعني ابو غلا والله خالد ان اختياره صعب جدا ترى طبقه يعني اختياره صعب وموال و ما شاء الله اي والله يستاهل يستاهل انا صادق جعلك تسلم بنجيهم كلهم ترى ابي اخذ ناصر وبرجع لك تراك ما شاركت تراك ما شاركت تراك ما شاركت وكلكم برجع لكم اللي شاركتوا اي كفو يا طوال العمر اشوفكم محبين للفصحى وكتبت لي ابيات مزيج بالفصحى والنبط يا سلام بس يمكن مغطكم شوي ابد خذ راحتك اقول وخارج عن النص ابد اقول غزليه واضح ايش انا خارج ما عنده ولا ايش اقول أيا حبي سهرت الليلة وحدي مسكين وسالت دمعتي من فوق خدي من اللي ما قدرت أقوى وفراقه لو أني ما خسرت آخر تحدي نوا بعدي وكلمني وسلم وقال العلم ما حوله مصدي تحداني وأنا قد المخاصم مدام أن المخاصم فالتحدي عيوني عافت المرقات بعدك لو أنك سالية يا بنت بعدي لها عين المها والزين زينه وقلبي لجلها قد صار ضدي أيا قلبي كفى ظلما وشوقا مددت اليد لم يمسك بيدي أما تذكر زمانا فات منا الأيام وصار ودك مثل ودي على جال الهوى عشت الحكاية حكاية حب ما فيها تعدي ليا منحن قلبك للمواصل أنا والقلب الأخضر ما نصدي تشوفينا على جمر انتظارك نبي غصن الهوى فينا يندي على مسح قربتك وقربيني ليا قربت صار الوضع جدي أنا ودي أقول اللي بيحصل لكني موقف عند حدي أنا فارس محبة الشريفة هو سيفي ما هو بسيف مصدي فديتك العيون الناعساتي وناصر دايم العينك يفدي يدق القلب والدقات واجد عجز قلبي ليا شافك يهدي ألا يا زين زولة لا تواضع ليا منصار بعيونه يلدي سهير الليل قد نامت عيونه وأنا عيني سهيرة ما تهدي ألا يا ليت لا لا الحب قاضي ولا يا ليت ردك مثل ردي فمان الله روحي وتركيني عرفتك للأسف ما انتي بقدي يا سلام صح لسانك
جاتك 300 وهي ماشي 200. الله يسلمك. تستاهل. طيب ها من اللي جاهز منكم يا شباب؟ خلص شوف ها يا خالد. ابو راك شيلك كلنا سوا. يا سلام. ابو راك يا عرب مشاركته اسرع. اباخذ نواف خبرته ها؟ يلا يا خالد كلنا معك روح. خبرت واحد يبكي لا واحد يبكي خبرت لا واحد الصوت الله يحفظكم شون ما يبغي فراقه احبه ولا بغته على شيء يسويه ولا زال ورطان رقابه رياجيل رياجيل من عاجة والله يا اخي الضعف اللي تاخذ مثل الرجال كم هاي صالح الرجال كم خذ ابو الشيخ السبيل هو شوف احنا اعطيناه عشان شرف المحاوله 100 يستاهل رجال يستاهل 100 يستاهل 100 هو ما كان متوقع انا عارف صح نشب باخذ السلطان وبرجع العادل الله يمسيك الله يعافيك الله يرضى عنك اسمك رضى علينا كلنا جاء الامر فيكم الخير جميع الله يحفظك والله ما نجي لهم بعدكم الله يحفظكم مثلك حصل لي ومثلي ما حصل بيده لو كنت بستان لو كنت بستان واللولو عناقيدك شاورتنا القلب شاورتنا القلب شاورتنا القلب وقال القلب ما ريده ما ريده عفناك يلي بعت نفسك رخيصة عفناك يوم انك تسلمت للبيع بحرق قريب القاع وكلني غيصة بحرق قريب القاع وكلني غيصة ما نشرب الأقداح من عقب تكريع ما نشرب الأقداح من عقب تكريع سلام يا سلطان يا سلام كم تعطيه حبيت نفس خالد ابو غلا اي نفس خالد وما شاء الله تبارك الله فنان والله سلطان والله فنان ما شاء الله تبارك يعني قصدك 350 والله انه يستاهل يستاهل بس انا صبر الحين كم عندنا نقاط انا قاعد اشوف قاعد توزع والله خلصت لحظه اصبر 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 ايوه خلينا نحسب لا اصبر عشان يعني لا انا بنحسب بس عشان الشباب يتقاسمون الكعكه انا باقي عندي انا 700 باقي 700 هذا عندي بس عندك انت كم باقي اتوزعت لحظه انا كم عندي كم عندي نقطه معليش 1500 عندك عندي 1500 نعم على 3900 من هم الثلاثة معلش؟ يعني انا جاني 300 وهذا جاي 300 وهذا 300 اصبر 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 يا ربع شاب حد انت اخذت شيء؟ لا خلي اللي عندي اللي عند صالح بجيك انا عندي سالم و سالم كم اخذت؟ نواف وخالد 300 صح؟ ونواف 300 600 وخالد 350 950 و100 حقتها وانا 100 لا لا هذه من عندي معني الضيف لازم يكون له نصيب ابد يستاهل سلطان يستاهل تستاهل الطيب طيب كم صار الحين والباقي عند ابو غلا 150 1200 يعني 1300 950 350 انا ابو غلا تكفى 1300 نبي الجميع باقي لك 200 نبي الجميع يعني ياخذ القاط طيب خلاص طيب يا شيخ ابو غلا ها احنا خلاص احنا وصلنا 1000 باقي عندي 200 طيب 50 على اخوياك اللي معك لحظه باقي ربع الحين باقي اسمع باقي عندك 200 يا صالح زين اي خلاص هذه عندي محطوط بالين حياك الله يا مرحبا والله مرحبا اي مني وجهك طيب يلا الحين ترى مشاركتك عادي عطنا مشاركتك الحين وش لا يا لا 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 يا لا لا
عظم حركات موادك فيها صح؟ يا لا لا يا لا تراني ما احتاج من حول عليك. ابى اجيك بعد من الحضران، ابى اجيك بعد من الحضران. ود غير وين عليها الكام على كعبها رمز الخطوط السعوديه. يا سلام. الا ليتني كابتن ولاني مع الركاب، أخاويه فالروحة وأخاويه فالجية. يا سلام. لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا. يبي ياكل المقلب الرجال لقطها في بعض وقف. ها يا صالح كم نعطيه؟ طيب طبعا لولا مشاركة الأخوان يد واحدة ما تصفق، لازم انهم يكونون معي في اثنين هنا صفقوا الحالة. أنا بغالة بغالة أحول عليك الشيخ، انا باقي عندي مثال. اذا بلش حول علي نهايه الحلقه يا ابو غاله. شوف كل اللي حولهم علي هم الاصل سالب، بس احنا نعطيهم شرف المحاوله 100. هذا لا 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 هذا عرق خواص. لا شوف يا عادل بتجيك المية الحين ثم بعدها 100 مالك ابعوض. ليتني ما شارك. خير امرك. لا والله خير امرك. لا لا بيجيك الخير امشي ارحب. ايه طيب ونشدنا طيب. صالح طيب. عطنا وش اللي مجهز لنا. اعطيكم نبط كذا. هذا هذا نبطي. ها اي نبط. يلا بسم الله. دورت بالشدة حزام ولا لقيت اللي قوى، يلا دخيلك ما لقيت اللي نشد بها الظهر، دورت بالشدة حزام. حلو يا شباب. وما لقيت اللي قوى، يلا دخيلك ما لقيت اللي يشد بها الظهر، شبت ضوي بالظلام في صحصح ذبح هوى، ما لي أنيس إلا النجوم أو نور وضح، شبت ضوي بالظلام في صحصح ذبح هوى، ما لي أنيس إلا النجوم أو نور وضح القمر، خالي وكاني في زحام قلبي تلهب وانشوى، ما عاد ميز بالحاشا ولا على ضوء الجمر، شبت ضوي بالظلام في صحصح ذبح هوى، ما لي أنيس إلا النجوم أو نور وضح القمر. يا سلام يا سلام يا سلام. بيض الله وجهك. الله يعافيك. طيب أستأذنكم بناخذ تقرير ثم بنرجع نواصل إن شاء الله حلقتنا. تقرير جمعية أروى وقف الرحماء. أعطونا التقرير يا شباب. نشأت جمعية أروى الخيرية بفكرة من الأهالي، بناء عليها تقدمنا بطلب ونتج عنه موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 29/7/1426، وبدأ العمل بالجمعية العمل الفعلي من تاريخ 20/10/1426. وجمعية أروى هي جمعية مرخصة من وزارة التنمية والموارد البشرية برقم 333، وتعمل في نطاق مركز عروة. وأنشأت الجمعية لهدف أول ورئيسي الذي حرص عليه الأخوان في مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بأنه يكون الهدف الأساسي هو خدمة المحتاجين بالمركز من الأرامل والأيتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وأسر السجناء في مركز عروة.
ولا تعمل الجميع على جانب واحد، بل من خلال منظومة متكاملة من البرامج التي تهدف إلى توفير احتياج المستفيد مختلف الجوانب، التي تشمل المشاريع الإغاثية كالسلال والسقيا والكسوة ومساعدات العينية والنقدية للمحتاجين. وكذلك يوجد لدينا مشاريع الإسكان مثل البناء والترميم وتوفير الأجهزة الكهربائية والأثاث وسداد الإيجار والفواتير وغيرها، بالإضافة إلى المشاريع التنموية من التدريب والتأهيل وتطوير تهيئة أبناء المستفيدين لسوق العمل. وهذه هي قصة جمعية عروة الخيرية التي منذ بدايتها كانت رؤيتها جمعية متميزة متخصصة في رعاية وتنمية المجتمع. مثل ما تابعتوا معنا مشاهدينا الكرام، هذا المقطع اللي يعرف بشيء من إنجازات وبرامج جمعية عروة الخيرية. اليوم يا أخواني هذه الجمعية المباركة افتحوا لنا الباب حتى نكون سبب بعد الله عز وجل في إغلاق وقف الرحماء اللي تكلفته جدا بسيطة 8 مليون ريال. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يكون له بصمة في هذا الوقف المبارك. 300 ريال هذا سهم الراحم وأسرته. اليوم أنت ترحم ترى أهلك قبل ما ترحم هالمسكين والفقير، ترحم أهلك أنك أنت اليوم تقدم لهم شيء من مالك في سبيل الله عز وجل وفي سبيل أنك أنت تساهم في إغلاق وقف الرحماء. يا أخواني أصلا هذا الوقف اسمه بحد ذاته يكفي، وقف الرحماء. اليوم يا أخواني لو حنا شفنا الله يكرمكم يعزكم بهيمة برا وبحاجة لشرب ماء ولا أكل، ترى نبي نعطيها لأن احنا رحمناها ولا لا؟ وفي الحديث والشات وإن رحمتها رحمك الله. يا أخواني في الحديث والشات وإن رحمتها رحمك الله، متخيلين؟ إذا حنا هذه رحمتنا بالحيوان فكيف رحمتنا بالإنسان؟ إذا كان يا أخواني يعني امرأة تعطي كلب من خفها ما فيدخل الله عز وجل الجنة، أنتم يا أخواني مستوعبين كيف أنه هذا العمل اليسير اللي ما يكلفنا شيء مع ذلك فقط لأن فيه رحمة، رحمة الله عز وجل يدخلها الجنة بهذا العمل البسيط. يا أخواني الشيء العجيب أنه هذه الرحمة اللي حنا اليوم فلان يرحم فلان، إذا طلع براين الأم ترحمه ولدها لمنه سافر ولا مرض ولا تعب، الأب يرحم ولده ويخاف عليه ولا على بناته. هذه يا أخواني الرحمة اللي تراحمون فيها الإنس والجن والبهائم وكل ما في كل مخلوقات الله يتراحمون برحمة واحدة من رحمات الله، وادخر لنا 99 رحمة يوم القيامة. يا أخواني مستوعبين كل هذه الدموع اللي في الدنيا لو اجتمعت كلها، ترى يا أخواني هذه رحمة واحدة الله عز وجل جعلها فينا في الإنس والجن والبهائم وكل مخلوقات الله، رحمة واحدة من رحمات الله وادخرنا 99 رحمة. يعني يا أخواني إيش في رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ فهذه الرحمة حنا يا أخواني الوحدة اللي الله أتاحها لنا، خلونا نتراحم فيما بيننا، خلونا نساهم فيما بيننا، خلونا نعطي الفقير، خلونا نعطي المسكين، خلونا نعطي الأرملة، نعطي المطلقة، نعطي المحتاج، نعطي المتعفف ب300 ريال فقط. تخيل تعطي يتيم، تخيل الدعوات اللي تبي تجيك بعد ما تدفع وتقدم شيء من مالك، والله أن تكون سبب بعد الله في أنك تشوف السعادة والراحة والأنس والطمأنينة، وأنك تشوف فعلا كل الأمور اللي تعسرت وتكدرت في حياتك والله أن يزيلها الله عز وجل بسبب صدقة رحمت فيها مسكين أو فقير أو يتيم أو أيا كان. فنبي نرجع إن شاء الله بعد شوي، لكن بنرجع الحين لضيفنا أو الشباب اللي ما شاركوا معنا ثم بأخذ الضيف لأنه تو بودنا نتعب زيادة. ما شارك يا شيخ ناصر بن فاضي حلو سلام السلطان، يلا عطنا على أساس صوتك زين يعني أسمعك ناسي ولا جعلني بعدك عجل شلوها معه. شفت اني ما كنت كذاب واني محملك الشقا والأسية واني ابيع الود وابيع الاحباب. لا تحاول يا عادل ما بي مكمل يا اخواني الظاهر ذا حتى المية مو باخذها والله اني بعطي 100 زي ما ضربت نفسي معك. ايوه خلاص يا شيخ يا شيخ
اسف ابو العزوز احنا عندنا يا شيخ شيخ ما استوت لك انا ما عليك هي جاهز بعدك انت والله سامحني ابو نواف الشعر نصر عادي ابو سعود عندي ابيات انا عاطل ابيات تبشر بس سعد ترى جتك مية يا حاتم بالمناسبه يعني والله العظيم اني بس حزنت رحمتك بالمية ذي اسلم اسلم يذبح الليل والشاعر وهو جاسه ينتقي من بنات الفكر رعبوبه العماهيج من هاجات محتاسه فارع ماهيب حجره ومخطوبه بنت شيخ يحق لها تغط راسه والتواضع يجيها نوبه ونوبه شاعر صفق الحبره وقطاسه كل ما جاب له بيت تغنوبه لا مدح كل طيب يرتفع راسه ولا هذم كل خيب ضاق به ثوبه البدو يسهجون الدرب عساسه زودوها حطب والنار مشبوبه نعرف البن من لونه ومحماسه والرجل في عيونه شفت عذروبه دائما كلمه الرجال مقياسه والردي كلمته ما هي محسوبه كل بيت شموخه من بطن ساسه المراجل عموده والفخر طوبه يوم عجر ومك دقه وجراسه بارد الجوف ما لد النظر صوب يا سلام يا سلام رايك يا صالح والله ما شاء الله تبارك 300 ماشي 200 انا ترى ما عاد معي الا 200 بعطي 100 من عندي ابى تم تم بك موافق ابى تم طاحت تم تدري خلى 300 من عندي باقي لك ال 200 300 من عندك والله وجهك كل عليك ليه انا والله يوم قال لي باقي 200 يعني ضاق صدري قلت يا اخي يعني كان بدي اوزع الشاب جميع صراحه لحظه من اللي ما اخذ بس انا توقعت بينكم واعذروني واعذروني والله انا توقعت ان العدد بس اللي جاء اللي جاء بس ما توقعت ان يعني يجوا ناس من برا لا لا أيوة سؤال والله. سؤال سامحوني الان اللي ما اخذ نقاط من فقط زين حلو والله العظيم ان تو مقسم علي ترى على الدخليه اللي قبل شوي جعلني معدم كبشر والله بالعوض اول شيء يا شباب انا ترى لا زال في دي 2000 مخبيها تمام لا 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 قلها الله هي اصلا بيني وبين الجمهور للحين ما تساهمت معهم فيها اباخذ منها 500 فبخلي ال 500 لتويتر لا لا باخذ 500 وانا باقي لي اصلا الظاهر 400 تقريبا هذه 900 تمام لكن لا شيل منها 30 باقي لي 600 وانت باقي لك 200 يلا الله يجزيك تمام فعشان بس الشباب اللي اعطيناهم شرف المحاوله 100 100 100 فبياخذوا 200 200 200 حلو ممتاز لا لا يعني تصير 200 الاجمالي 200 200 200 وكم باقي معي في الرصيد انت عندك 200 حلو خلاص انا اي ما ابو غلط وانا باقي لي 300 ابو غلط ال 200 انا بقسمها على اربع جوائز 50 50 50 طيب شوف على اخر لا لا صلي على النبي انا اصلا باقي لي 300 وانت 200 هل 500 بيدك وزع زي ما تبي بيض الله وجهك بيض الله وجهك هو سيف باقي ما اخذ بنجي سلام. 500 نبيها الشيخ هلا والله انا استاذ والله والله كل خربنا عليك والله يا ابو نمر اي والله لا بس لحظه والله يا ابو نمر والله تم بس بشرط ترى الحين ما شارك لا لا عاد شوف اسمه اسمه الربع امول عليكم مثل ما ذا نبي مشاركه جزله يعني انا والله شفت الدخوليه قلت هذا وش هذا هذا ابو كاتم ولا قالوا لا هذه دخوليه اليوم المشهور كل ها ها يا سيف عطنا اي مشاركه وحنا بنغطي على الصوت يعني روح اللي تبي اللي تبي مره الله خيرك انا عندي موهبه جهزونا بلاي باك ها اسلم انا عندي موهبه موهبه ما حد قد سبقني فيها هات انا اغني بس الصوت يجيك من بعيد هات اي شيء يعني في واحد خالد افزع له انت ماكو ركزوا علي واحد اثنين ثلاثه والله ضاق تنسحب ال 500 والله يستاهل حالي وحيد وقاعد لحالي وموج البحر طيب اشكرك انا واف على المشاركه سيف على المشاركه لا تبغى مشاركه بشي واضح عط عليه السحب يقول جربت معك الطيب ما فاد وياك يا سلام الطيب ما ينفع مع اهل اللكاعه ان جيتني من هناك جيتك من هناك عندي على كل الدروب استطاعه وكبرت ماني بصاحبك الاول يذاك راح الحماس اللي تبي واندفاعه اول لمنك ازعلتني طحت لرضاك لاني محب في المحبه اطماعه وذا الحين احبك لكن اعرف سواياك ودتني الخبره لحدود القناعه ماني بقايل وايش اللي غيرك وايش جاك ما جاك غير ابشر وسمعا
وطاعة غرك غلاك وكثر لبيك خلاك تحسب ان قلوب الناس عندك بضاعة تذكرني اتذكرك تنساني انساك الوصل وصل القطاع يستاهل والله يستاهل طبعا يا اخواني يستاهل اول شيء انت اللي كاتبها ولا ناقلها؟ هذه قصيدة الشاعر عبد الله بن علوش والله نعم طبعا يا اخواني الشعر في ظني من اكثر الامور اللي تاثر حتى في المستمع لو واحد ما يشوف فقط يسمع الشعر ياثر فيه فعشان كذا لي ملاحظه على هالابيات اول شيء بيضل 500 جتك خلاص لا تخاف يعني والكلمات ما هي بلك خلينا نقول ملاحظاتنا جعلك تسلم شوفوا يا اخواني والله مهما كان اللي قدامك سيء في تعامله في تصرفاته الطيب يجيبه يجيبه خذوها قاعده ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قبل اخواني في السنه الله عز وجل يقول قال ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه ايش كانه ولي حميم يعني بعد ما كان عدو صار ولي وحميم بعد اقرب في اخواني الطيب تراه يجيب نتيجه يجيب نتيجه بس انت لا تستعجل النتيجه هذا اهم شيء يعني عامله بالطيب وباللي تربيت عليه واللي امرك به الاسلام وصدقني بيجي بيجي على وجهه من الايام ما يضيع عند الله شيء لكن على كلامك انا قرأت كتاب نظريه فوسكو في مقوله خلتني كذا اركز شوي قال في قانون نيوتن لكل فعل رده فعل نعم اذا انت يا طويل العمر بادرت بحرب مع شخص كذا داخليا قلت يا ولد هذا اكيد انه يكرهني ولي هذا سوى ذي الحركه لانه يكرهني انت لا راديا تفسر تفسر وتعامله بالحرب صح انه خلاص ما تقبله زي كذا هو لا اراديا يعني اذا شاف منك انك عدم القبول الكره الرساله الداخليه له هو راح يسبب يتعرض فعل نفسه العداوه انت اذا عاملك بالعداوه قلت وش هو شفتوني صادق تحليلي صح اي لانها انت اعطيته فعل حاربته فهو حاربك يوم حاربك قلت شفتوا انا ما قلت ميتكم ان فلان فيه وفلان فيه يقول سوي العكس ان انت بادر بالطيب سو الاشياء اللي فهمت ان تمنى العالم يسوونها معك اذا شفت نتائج راح تروح من المعتقدات اللي في مخك قال لنا مثال بسيط قال عط الثقة مثل من يقول راعي البقالة مثال بسيط لكن خلاني أركز يمكن أنا طريقة شرح الموضوع تختلف بالعكس شوي. جميلة والله لكن يقول لك راعي البقالة وانت صغير وانت كبير إذا مثلا شريت لك حاجات ونقص فلوس قال لك لا عادي خلها بعدين يقول لا إراديا أنت سريع تروح البيت تجيب المبلغ وترد له يقول سواء اليوم أو بكرة واللي بعد على طول لأنه وش أعطاك الثقة تخاف أنه تروح منك ذي الثقة فعلى الموضوع اللي قلته بالعكس بيض الله وجهك وفي تفريق مهم وبجيك بعدها سالم ترى في تفريق مهم في شيء اسمه اعتداء وظن ترى هنا الله قال لك ان عفوت ترى خير لك لكن ترى طيب لو ابي اخذ حقي ترى هذا حق لك فهمت لانه اعتدى عليك وظلمك لكن واحد الله شفته يتغلى ساحبا عليك بسلامة الدنيا تجيبه فهمت علي هذا اللي اقصده ترى اما واحد معتدي وظالم إما تبي تعفو عنه وأجرك عند الله عظيم فمن عفى أصلح فأجره على الله والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أو ترى إذا أخذت حقك فترى هذا مطلب شرعي بعد لأنه بعضهم إذا عفوت عنه مرتين ثلاثة ترى يتمادى في الخطأ فلازم أنت تأدبه فهمت علي؟ عشان كذا بيجينا صاحب القرار لا إن شاء الله سامي سالم من أوائل ما كتبت أبيات قلت الطيب ادمح له اللي غلط 90 صبر حاول قدر ما تستطيع يا سلام اذا جمعت الحلم والعرف والدين هذه صفات اللي يحصونها منيع ان كان من الناس ان كانها من الناس الاقصير ما ادري كبه وارض الله تعالى وسيعه وان كانها قريب مثل موقع العين ذي اللي طمته والله انا في جيع الله يا سلام يا سلام صح لسانك طيب عندنا الحين اخواني جاهز المقطع حق حبيبنا صالح هاي كنترول طيب دقيقة على بال ما يجينا هالمقطع حنا نذكر أخوان أخوات اللي يتابعونا اليوم في وقف الرحمة الله يا أخوان كل إنسان يبادر يقدم بما يستطيع 300 ريال فقط ترحم بها نفسك وترحم بها أهلك وأهل بيتك وبإذن الله عز وجل ستنال برها وذخرها ونورها وبركتها في دنياك وفي أخراك بإذن الله عز وجل جاهزين يا شباب
طيب هذا النشيد بلاي باك جاهز؟ جاهز. طيب تفكر. انفوسنا للوفا والطيب معتادة، ما بدلتنا الليالي وما تغيرنا، ان قام ظهر الزمن قمنا على اشداده، وما لظهر الزمن فينا تصبرنا، ولا يجزع اللضعي في النفس بالعادة، ولا القوي قوته بالنفس تطربنا، واللي نليني تمادى شروا وغادة، وتشوف ان القساوة بعد ما لنا، والشوق ناره على الاصحاب وقادة، لغاب واحد هم الاشواق تذبحنا، لغاب واحد هم الاشواق تذبحنا. بدلتنا الليالي وما تغيرنا، إن قام ظهر الزمن قمنا على اشداده، وما لظهر الزمن فينا تصبرنا، ولا يجزع اللضعي في النفس بالعادة، ولا القوي قوته بالنفس تطربنا، وعيوننا عرداء أصحاب صداده، والبسمة اللي تجي منهم تفرحنا، ندمح خطاهم ولو كان الخطأ عاده، لو إن بعض الخطأ منهم يزعلنا، نسمع شكات الرفيق نحاول سعاده، واللين باللفظة واللين بالمعنى، ما نفعل الخير نبغى مدح وإشادة، الله على أفعالنا شاهد يحاسبنا. انفوسنا للوفا والطيب معتادة، ما بدلتنا الليالي وما تغيرنا، إن قام ظهر الزمن قمنا على أشدادة، وما لظهر الزمن فينا تصبرنا، ضعيف في النفس بالعادة، ولا القوي قوته بالنفس تطربها. شوفنا عنه لا تصدد تصددنا، عند الشدايد ترى من يعلن حياده، مثله مثل من على الشدات يدفعنا، وما المفارق جفا والحامينا ده، شفت القطاعة معه تبعد حبايبنا، نقضي الحياة بوفا ووصل وعبادة، تجي غير رب البيت خالقنا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بيض الله وجهك، وجهك يا حبيبي الجميل، ابدعت وامتعت والله ما قصرت، سعيد والله. يا اخواني جتني رساله، ساير هذا ساير حبيبنا ساير النهار، شوف يقول مرسل لي صوره، يقول عيالنا بالصندوق الأسود من العصر، طلعهم صاروا دجاج، اكسروا القفل، ومرسل لي صورة واحد شكله نايم، من اللي كان معك؟ ريان. هذا يا أخواني اللي والله يجيه الإفراج يقول مبي، الله العظيم ساير، أنت حبسهم ثم قول افزعلي ما تجي، ترى ساير والله أني إيه بيرجعون، ساير يقول والله العظيم أني ما ودي، بس عاد سياسة برنامج، ترى قلب رهيف
الله يطيبك يا رب، يطيب اعمالك، يجعلك تسلم. طيب يا اخواني، بياخذ مشاركه من احد منكم لانه ترى الوقت كذا قرب وبقي لنا مشاركه من ضيفنا. يا شيخ صل على سلمت، اللهم صل على محمد. يذكر والى اخره. اي في واحد قديم قبل في الدوله الامويه والعباسيه كان يبيع له خمار اسود، ما حد يشتري منه، كل ما باع والى اخره يعرض بضاعته اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث ما حد يشتري منه بالمره، يعني الناس متعودين يشترون من الالوان الثانيه يا طويل الاعمار. فجاه شاعر قال اذا روشت لا شو اسمه بضاعتك اللي هي الخمار الاسود وخليت الناس ياخذونها وش قال لك نص القيمه لان الشبره ما تنباع. فقال وبي خالد يساعدني، قل للمليح، قل للمليح في الخمار الاسود، قل للمليح شلها قل قل المليحه بالخمار الاسود ماذا فعلت بناسك متعبدي قد كان شمر للصلاه ثيابه لا تقتليه بحق دين محمد. والى بعدها بيت ثاني. المهم من صباحيتها كل بنات القوم شروا البضاعه ذي كامل. هذا دليل ان الشعر يفتر على الناس جدا. كيف؟ اي والله يا رجل، يعني ترى شف شف مواقف السنه كثيره، وفي الاخير من هو شعر الرسول؟ حسان بن ثابت. لو كان الشعر يعني سوالف ولا له تاثير كان بيكون الرسول شاعر؟ لا، سموه شعر الرسول حسان. لا شك انه تاثيره قوي جدا. صحيح. بل انه مرات تكون تاثيره اقوى من تاثير الكلمه اللي ممكن ترتبها وتنمقها. في الاخير هي ابيات تكتب لكنها تلامس الواقع فهي كلها تاثير. بل انه قضايا كثيره ترى تعالج بالشعر. صح. اي نعم، فالشعر لا شك انه اساس متى ما كان ترى شعر هادف، والا الشعراء يتبعهم الغاوون. شخص والله العظيم اني ما اعرفه كان في عسكريه. نعم. كان في مكان جعلك تسلم. كان في مكان وغيروه الى مكان ثاني. يدق علي قال ابغى لي ابيات تردني الى مكان. قلت وين وين الشاعر اللي بيكتب له ابيات يردك الى مكان؟ يرسل لي حوالي الساعه 8 تقريبا العصر الى 8 في الليل الى 10 ارسلت له الابيات. ارسلتها له الصباح هو يرسل لي. الصباح هو يرسل لي. نعم. قال اطلب وش تبي؟ قلت والله ما ابي الا سلامك. قال ابشرك الابيات اللي انت ارسلتها لي رجعتني لمكاني الاول. عجيب سبحان الله. قلت اجي سلمني على قايدك والابيات باسمك وانا مالي شيء، ابي بس الدعوه الطيبه. يا سلام يا سلام يا سلام. تثر. قولوا قصيد الشعوب والشاعر بدون شعوب. الله، الشيخ سالم الشيخ راجح العجمي اللي قالها ولا؟ والله ما ادري. صح هو قالها ولا غلطان؟ إيه. ما ادري ترى لانه في قصيدتين متقاربه. لا لا هذه شيله مشهوره. اي محمد جار الله. صدقت صدقت. ونعم ونعم اللي من اهل الكويت الكويتي. ونعم مليون معروف. اي هي هي ترى في ابيات قريبه من كلماتها للشيخ راجح العجمي فدخلت علي. امين. في اخواني على طار الشعر والله اني توني اذكرها، قبل تقريبا 12 سنه جاني بنت وسميتها غلا، وواحده من الشباب يودني حيل الله يوفقه، فما دريت الا كتب ابيات فيها. انا قبل يومين كنت قاعد انفض الارشيف اللي عندي ولقيت ذكريات يا زينه يا زينه من ضمنها هالقصيده. والله يا اخواني انها مصادفه وتوي الحين اذكرها، ولا بغيت خلاص اخر مشاركه وبنختم، فخلوني اقولها لكم. خذ راحتك. طبعا هو شاعر لكن عربيه فصحى يعني جزاه الله خير يا رب عشان يلقاها بس. ذكريات. اي والله هذه طبعا هي بالفصحى، قالها في بنتي غلا اول ما جت. يقول لما أتت قامت الدنيا تحييها وهل للأرض حاديها وباديها، بدت غلا كبدو الشمس في ألق، فالشمس والأرض غار من تباهيها، فحلت القلب في حب وفي فرح، وضمها الجفن لما جاء ناديها، فكانت الدرة المكنونة انبثقت من خير أم وكان الأب راعيها. جاءت غلا والغلا يحكي مباسمها، والشعر يخجل حسنا من معانيها، فالله يحفظها والأب يكلأها، والأم من نبع حب سوف تسقيها. فلا قصيدة شعري عن محاسنها توفي، ولا الشعر في حسن سيوفيها. يا لؤلؤا يا لؤلؤا من بني زهران مذ خرجت للكون، فالبدر منها والحلا فيها. السلام.
ما تستاهل تحية بنتي يا أخواني. الله يحفظها لك. هذا الشاعر إبراهيم الهاشمي عسى ربي يوفقه يا رب. اللهم أمين. طيب أنا بأخذ مشاركة منك حبيبنا. طيب أبو غلا باقي الحين عندي 200 صح؟ إيه نعم. عندنا الضفة اليمين والضفة اليسرى. نبي أنا أذكر ذكرت يعني شيء طربي. تراك أنت وزعت 500 للرجال. إي صح بأخذ منك. طيب جتك ها بيضلها وجهك. الأيام أولى ثانوي أيام المدارس كان عندي صيحة مشهورة والله إني يعني من أولى ثانوي وأنا أقولها. يوم جيت خرج ثالث ثانوي كل المدرسة يعني حافظ ذا يعني يسمونها صيحة هزوجة. أي نعم. في الغالب هزيج في الغالب إنه يقولونها دائما في الزواجات زواجاته وفي الكلور أظن حجازي وكذا يعني. أسلم. فبنردنا وياك ونبيع آخر كلمتين. آخر كلمتين نقولها مع بعض. آخر كلمتين الأفضل ترديد يعني بنختار. ياخذ 200 ولا 100 100. لا 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 وش رأيك؟ لو ودنا 100 هنا ومية هنا ولا؟ لا 50 50. يلا ممتاز. يعني اثنين هنا اثنين هنا. إيه. تم. طيب. آخر كلمتين يا شباب نردد. أيه. خلونا صوت طيب. واحد من آخر مشاركة. يلا. وشدة القافلة وشد خلي معكم وصبحوا بالفريش يا ليت عيني تراهم يا ليت عيني تراهم. شدة القافلة وشد خلي معهم وصبحوا بالفريش يا ليت عيني تراهم عيني تراهم. شدت القفلة وشد خلي معهم وصباحوا بالفريش يا ليت عيني تراهم يا ليت عيني تراهم. روحوا روحوا يا رب سهل عليهم بعد ما روحوا قلبي تشوق لهم روحوا روحوا يا رب سهل عليهم بعد ما روحوا قلبي تشوق لهم قلبي تشوق لهم على الله يا على الله طالبين الله على الله على الله على الله يا على الله طالبين الله على الله يا يا اخي والله انكم تعبون. انا ودي احذف على ب 100 صح 50 50 منه. لا يا شباب الضفه يعني احبكم اقدركم. ها المدرسه يا شيخ تقصفوا يا ابو غلا تقصف هنا يا ما تبغى نقصف والله شوف كلامه صراحه ارد على النواف ارد على النواف. لا شوف الشهاده اللي بديتكم مضبوط بس يوم عاد يوم انتقلنا للبارت الثاني يعني صراحه. طيب نكمل البارت الثاني وش رددون؟ واضح يا اخوان لا ان على الله يا على الله طالبين الله ايش ردون على الله يا نفس الكلام اللي اقوله. لا ترى قلت اخر كلمتين ايش رايكم فينا معكم ها؟ بس هذه معروفه ترى يا ابو والله بعضهم ما يعرفها. يلا 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 تكرر نفس اللي بيقوله على الله يا على كامل الله طالبين صوت بالله على الله يا على الله طالبين صوت صوت يا على الله والمعين الله على الله يا على الله يا عبد الله وين باغي بدور هيا يا عبد الله وين باغي داويني داويني يا عبد الله داويني داويني تحت السدره وانا ادور دواء عيوني تحت السدره وانا ادور دواء عيوني ما لقيته عسى فلها العله ما لقيته عسى فلها يا ليح يا ليح يا درويش يا شامي يا ليح يا ليح يا درويش يا شامي يا ليح يا ليح عند الشيخ عبد الله يا ليح يا ليح الشيخ عبد الله يا ليح يا ليح يا درويش يا شامي يا ليح يا درويش يا شامي سلامتكم سلامتكم الله وجهك ما قصرت والله رايتكم بيضة اوزع ايه عندك 50 50. طيب ابو سلطان ويستاهل والله سلطان 50 ها سلطان 50 سلطان 50 وخالد لا يا اخوان واضح التحيه زمون شديد و... لا واضح شوف شوف لا تبرر امزح في هنا الشيخ
وناصر ما قصر. من من من؟ خالد الراقي. لحظة يا شيخ. لا بس اسمع سؤال. أنت متأكد تعطي خالد؟ بس إنه أبهرني في يوم عرف الوضع والله أبهرني صراحة. لا ما شاء الله أعطاك صوت. استاهل استاهل. الثاني من؟ والشيخ ناصر. ناصر استاهل. الله يعافيك ويبارك فيكم ويسعدكم. طيب يا إخواني. خلصنا. خلاص 500. لحظة أنت دجحت في الرياضيات كويس أمورك تمام؟ واعذروني تكول والله ودي والله ودنا أكثر بس ما عاد نقدر خلاص. زعل أمورك سام؟ التاج بيجيك من اللي ماخذه؟ ما عليك. بنتهاوش احنا يوم ثم بعطيكم الأسماء. أبغى ترى الحلقة اللي فاتت ما سحبت منك. لا أنا قايل لكم عندي 2000 للتاج. أيوه. وضحت؟ لا قبل إبراهيم وعد مني. خلوها كذا في وقتها ازهلوا. ضبطكم يا شباب. إيه إن شاء الله بإذن الله بعد البرنامج إن شاء الله. طيب يا شباب الوقت والله نداهمنا وخلاص قدامنا 5 دقائق ونختم فنبي نعطي الوقف حقه ودي أول شيء أسمع من السفراء حيا الله السفير ناصر بن سعد وش سويت وش بتسوي ها شوف ترى اليوم الثلاثاء أبد بالبداية طال عمرك أول شيء خططنا أنا ومشعل إن كله في كل صلاة يطلع منه واحد ما يحتاج نطلع 2 وهذا يهرج وهذا يسكت ترى هي ميب كذا احنا قلنا واحد يطلع يا احد من الشباب عادي المهم انه واحد يطلع هذا اللي صار واضح يا طويل العمر مخططين الايام الجايه كنا نمر على كل واحد من اخويانا ونطلب منه كلمه ولا مشاركه لا في جلسه ولا في مسجد ولا في فقره ولا وش وضعكم مع الفقرات والمذيعين الفقرات والصدق الى الان ما سوينا شيء ايوه ممتاز انا انسان انا عجبني الصريح انا حقاني ما ممتاز احنا بنصير حقانيين في الدرجات ان شاء الله طيب السفير الثاني مشعل سويت يا حبيبي ان شاء الله بنسوي ما لا بنسوي يعني باقي ما سويت لا سويت قلت وش سويت مش بتسوي ركز. سويت وبنسوي ما لم سو ما لم ما لم لحظه هدي ما لم يفعله ما قبلي فزعه شوف يا مشعل عطنا لحظه بنجيك وش بتسوي وش سويت بدينا ان شاء الله قاعد اجهز الان قاعد تجهز الحين الآن اليوم الثلاثاء مع الاعداد قاعد اجهز المبادره ان شاء الله مبادره مؤثره قوه كفو و مفاجاه كفو على نفس ما قال والعيال مبادره مستقله لك انا اي لا لي انا وناصر للوقت انا عن نفسي مستقل اوكي لا تشارك عادي ما عندي مشكله بس المهم كل واحد له مبادره اي هذه ما يحتاج شيخ بما ان جحدني خلاص كنسله اللي لحالي عاد تصلحوا بينكم بتضاربوا بكيف لا احنا نصلح ذات البين ولا نصحهم انت هاوش يعني تجي كذا وكذا كلها لا هذا اهم شيء الرساله توصل ايش سويت مع الفقرات والمذيعين للامانه ما سويت شيء الله يا اخي صريحين سفرانا صريحين لا ان شاء الله مسجون اليوم يا شيخ وامس مسجون وانا البارح فلازم واحد يغطي عن واحد يا اوكي سفران مسجل عساكم على القوه قدامكم ترى اربعاء خميس ابشر الى المبادرات للخميس جمعه وسبت اللي هو بقيه البنود اللي راح يتقيمون عليها عسى ربي يقويكم شباب رساله تقولها للمشاهدين عن الوقف أقول جعل ربي طول عمارهم على اللي سووه وعلى اللي قاعدين يبادرون وقاعدين ينصحون واللي يوعون واللي قاعدين يتبرعون أسأل الله أن يقبل منهم وأن يعوضهم في الدنيا قبل الآخر إن شاء الله وحاب أقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث أنك أنت لا تصدقت أو كفلت يتيم بتصير مع الرسول يعني في منزلك مثل منزلة الرسول وش تبي أزين منها يا سلام شكرا لك ناصر ايش تقول للناس انا اقول بادر خرجتك صح بس بدي احسن ناس لا انا اقول بادر قبل ان تغادر بما تجود فيه نفسك لو كان ريال ولا 100 ولا 200 احسنت والتغنى ولو بشق تمر احسنت خالد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم كهاتي الكل منا يبي يجاور هله يبي يجاور امه يبي يجاور ابوه ما اتوقع في افضل انك تجاور الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل فبادروا قبل ان تغادروا احسن 300 محمد مناحي تبكى الله يمسك بالله الله حيك يا هلا ومرحبا اقول انفق للتجاره اللي مربحه ما هي بخساره يا سلام ما قدمتها وانت عينها ان شاء الله قدامك يا سلام احسنت طيب انا واف اسبوع صعب ما يكفي لكن
شو اسمه صدق ولو بالقليل، لعل الله يعني يجعل لك يعني ما شاء الله كل ضيق مخرج، لعل يجعل لك ما شاء الله. نسيت الكلمه اللي بغيت اقولها وانت التفت فواحد الكلمه. طيب. علي يعني اصدق ذي تجيك من تدفع عنك بلا ولا يمكن ادخلك الجنه. حاتم لبيت حاج افزع على ناصر. لا لا لحظه عطى غير شيء ثاني الربع. والله في ظن اللي بيسمع المايك مسكر. المايك مسكر. خالد انا اقول والله ما ادري. شوف عجب على طول كذا دخل السالفه. انا اقول والله صدق جهز الكلام. صدقوا بني انا قاعد نسخه. نعم صدقوا اي بجي بجي بعد خالد. اقول صدقوا بنيه شفاء مريض. صدقوا شو اسمها صدقه تطفي غضب الرب. يا سلام يا ضلا وجهك سلطان السمي. انا بس اقول الربع هذه كلمه صدقه يا احسنت. هاي حاتم اقول دوس مرضاكم بالصدقه. يا سلام. والمال اللي بتدفع ما هو بخساره راح تلقاه يا بالدنيا او بالاخره باذن الله. يا سلام. وابراهيم قريب الله ينجيك منك. امين. طيب نواف انا اقول اخواني ما قصروا. انا اقول تصدق بما تجود به نفسك سواء السهم 300 ريال او اللي ب 1200 ريال او لو بريال واحد. يا سلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره. احسنت. سالم لبيت حاج عساك طيب. الله يعافيك. امورك طيبه. طول عمرك. مرتاح. صدقه تطفي غضب الرب. يا شيخ لا تلخص والله انك بطل يعني ما خلاص. والله نسيت اسمك العتب علي. سيف سيف ونعم. سلام ورحمه الله. يا مرحبا. لا بس عشان المايك يعني. ارحب. الله يعز مقامك. يا مرحبا. مرحبا. يا هلا. ارتاح. الله يحييك. اسلم يا سيف. انقل شالب. انا اقول اللي يسمعني ترى انت اللي محتاج انك تصدق على المحتاج لان سبحان الله اصدقه على حسب نيتك. يا سلام. اذا انت تبي اصدقه ذي نيه توفيق نيه ان الشفاء مريض نيه لجر لكن وشو انت بد النيه وانت تصدق على الشيء اللي انت به. احسنت. وترى انت تحتاج انك تصدق اكثر من المحتاج نفسه. بيض الله وجهك يا سيف. ناصر لا اله الا الله. طال عمرك ان الربع اغلبهم يحسبون كفاله ايتام بس ما يدرون ان فيه كفاله ارامل ولا يدرون ان فيه صدقه عن المساكين. خير واجد يمديك تصدق ب 300 3000 الفقراء 3000 300000 ما اقل وما اعلى. فتصدقوا وبادروا وبنيه شفاء مريض وبنيه ميت صدقت عن ميت وهذه صدقه جاريه. والانسان ما يمشي معه بعد مماته الا ثلاث ومن ضمنها ايش اسمها الصدقه الجاريه. يا سلام بيض الله وجهك. اخر واحد. اول شيء ابو غلا مسك الله بالخير. الله يمسك صالح. المنشد صالح بن سحمان. والله ونعم يا صالح سبعة انعام. انا والله عندي انا كنت راقد وطبعا هذا قصدي صح النوم. والله على الاعتراف على الهواء والله كنت تعبان شوي. ما ترى بس صحيح. ما ترى بس ما ترى بس. على كل حال والله اني قمت ما شاء الله من اصواتكم. ازعجناك احنا اسف. لا والله مو بقصه ازعاج يا شيخ لكن انا بس عندي ملاحظه اذا بتاخذونها بعين الاعتبار. سم وانتم ما شاء الله دائما صدركم مرحب. فقره عطاء ما هلا فقرتين في الاسبوع بس ونحاول دائما نستغلها في السفراء انهم يبادرون في دعوه ان الناس يتصدقون. ندعو الناس من وراء الشاشات وخلف الشاشات. اللي انا سمعته اليوم صراحه احنا عارفين كنا شوي داشرين ونسمع اغاني هذه شوي فيها موسيقى وفيها لكن والله كان ودي اني اسمع اناشيد اسلاميه اناشيد تحث على كفاله اليتيم. وانا ابو خشمان قال له بيتين عن اليتامى. سالم عبد الله الشعري ممكن نلحنها ننشدها يكون بشكل افضل. بيكون فيه تدشينات جايتك. اي لكن انا ما حبيت صراحه. انا شخصيا ما حبيت ان هذه تصير في فقره عطاء. لا لا تبي تصير واجد ترى احنا سامحين والامور طيبه. وبالعكس ترى اليوم كل اناشيد كويسه بس انت راقي قاعد تحلم. لا والله وعايش جو ثاني. ولا اني قمت من النوم زعلان عليكم. جعلك تسلم يا حبيبي. الله وجهك. هذه مداخلتي بس. الله يرضى عنك يا حبيبي. صالح
يا مرحبا. ايش تقول للناس على وقف الرحماء؟ الله يبارك فيكم. وقف قيمته 8 مليون ريال، قيمه السهم 300 ريال. ما شاء الله تبارك الله. وايش تقول للناس؟ والله يعني الشباب ما شاء الله تبارك الله ما قصروا، ابدوا اللي عندهم. انا اقول والله البدار البدار، يعني الان التبرع عن طريق الجوال ابسط ما يكون. احسنت. يعني الواحد انه يساهم باللي يقدر عليه، بالمساعده البسيطه تكفل لك مثلا اسره، تكفل لك عائله. انا ما ادري والله وش المسارات اللي موجوده في الوقف، لكن هم عندهم طبعا كفاءات ايتام، ارامل، مطلقات، ناس متعفنه مثلهم. مثلهم ما يوصوا، وهذا الوقف جاري لك الى بعد ما حبيبي. لا الله يحفظكم ويبارك فيك. بخصوص بس الشيخ، انا ما ادري قضيت انك تقصدني صح شيخ؟ لا 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 يقصد اخويا في الشالات. ما ادري لاني انا والله هني اخويا. لا 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 ابدا جعلك تسهر. لا لا ابدا مو خالص. في النهايه في النهايه ودنا يعني لو تسولف الموضوع هذا بشكل بسيط، هي في الغالب اللي يقال ترى اغلبها في الكلور قديم، يعني في الكلور قديم، يعني مثلا اللي قلنا مثلا قديم شده القافله، ترى هذا في الكلور قديم يمكن له يمكن ما يقارب 150 سنه. يا اخواني يا اخواني لا 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 الوقت 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 والله في فقره. لحظه اصبر علي بفهم نقطتي بس افهمني دقيقه. بجيك ابجيك قل يلا يا اخواني. لازم نستوعب شيء واحد، ترى الاغاني او الاناشيد ترى هي في الاخير كلمات شعر، حسن وحسن سيء وسيء. احنا مجلسنا ما نقول فيه الا الطيب، فهمت علي؟ الكلمات ترى حتى لو قلنا كلمات حب، اقدر اقول كلمات حب في في زوجه، في ام، في في في، فلا الامور سهلات جدا. وخذوا راحتكم وخلكم على الدزه ودعناكم الله. السلام عليكم. حياتك 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 عيشها بس بالمعاني، وروحك الزهى والعمر فاني. تفاءل وابتسم عالم الله قسم، وبادر بالجديد تفيد وتستفيد. سواليف وقصيد وعلم نافع، وصوت عذب يطرب كل سامع. تفضل يا هلا نبادل كل غلا، نجوم بالسماء حوت فقرة عطا، حوت فقرة عطا.